تالت شخص في الدولة دي علي عبد الدكتور علي عبد العال ترتيبه تالت شخص في السلطات الموجودة في الدولة دي لأنه رئيس مجلس الشعب. إذا هذا الشخص لا احترم أحكام القضاء يبقى احنا دولة فيها مشكلة. خلاص الموضوع خلصان. فالدكتور علي عبد العال أعتقد أنه قال الكلام ده قبل ما يعرف حكم المحكمة أو قبل ما يقرأ حكم المحكمة، بس من أنه أستاذ قانون، هو أستاذ قانون دستوري كمان، هو رئيس مجلس الشعب، ومجلس الشعب ده بيمثل الشعب والقضاء بيحكم باسم الشعب. وطول الوقت فكرة الحكم يغلب فكرة التمثيل. يعني إذا أنا بحكم باسمك ده غير إن أنا بمثلك. خلاص لأنه حتى يعني القضاء لا يلجأ لمجلس الشعب، مجلس الشعب يلجأ للقضاء. خلاص المواطنين لما يبقى عندهم نزاع مع البرلمان بيروحوا للقضاء، لما يبقى عندهم نزاع مع القضاء دي فكرة مش مطروحة، ممكن تبقى مطروحة لأسباب سياسية ولأنه عندنا في بعض الدوائر احكامها فيها مشاكل، بس ده كمان فيما يتعلق بحاجات داخليه بيننا وبين بعض متعلقه بمستقبل اشخاص، بولد، بجريمه، بقانون التظاهر، حاجات بالشكل ده. انما فيما يتعلق باعمال القضاء ورقابته على الحكومه دي ولايه قضائيه يعني ما فيش فيها فصال. كنا ننتظر انه الدكتور علي عبد العال يقول الحكومه بتضحك علينا واحنا هنسحب الثقه من الحكومه دي وهنحاسب الناس دي ونشوف الناس دول ضللونا ازاي، لانه احنا طول الوقت بنثق في السلطه القضائيه اكتر من السلطه التنفيذيه عشان دي طبيعه عملها ان هي محايده. يعني المستشارين اللي حكموا بمصيريه تيران وصنافير لا ليهم مصلحه معنا ولا ليهم مصلحه مع السعوديه ولا ليهم مصلحه مع سلطه من السلطات. هو قاضي بيحكم بناء على ورق ومعلومات وموقف قانوني وبيصدر حكم بناء على هذا الاساس. فاحنا كنا متخيلين بعد ما الدكتور علي عبد العال قرا الحكم وعرف حكم المحكمه انه يطالب انه يسحب الثقه من الحكومه دي او ان هم يجيبوا الحكومه دي ويسالوها يقولوا لها انتوا ليه قلتوا انه في ارض مصريه، ليه ادعيتوا على خلاف العكس ان هي سعوديه.